بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليبراليين العرب يعادون بلدانهم عداء واضحا، عداء فاحشا، يعادونهم بكل صراحة. تجد الليبرالي دائما وأبدا في البلدان العربية دائما يطعن في دين رب العالمين، دائما يدور على أشياء ممكن ما تخطرش على بال الشياطين، يعني الشيطان نفسه ما تخطرش على باله هو يجيبها، يعني الشياطين بتتعلم منها. عندما تجد إنسان من بني جلدتك دايما ينخرط ويبحث فيما يؤذي بلده تحت مسمى الحرية وتحت مسمى التنوير، وكأن المسلم هو عايش في الظلام، يعني 1400 سنة الإسلام عايش وهم جايين النهاردة يخترعوا دين جديد ويعلمونا ديننا من جديد. الليبرالي دايما ابدا يعني يتناول مثلا امور تتعلق بالدين. ما هو القصد؟ القصد هو الطعن في دين الله. ما هو الهدف؟ الهدف هو محاولة سلخ المسلمين من دينهم وخصوصا المسلمين العرب. ليه؟ لأن العرب هم حماة الإسلام الحقيقيين. صحيح في دول إسلامية كتيرة في العالم، لكن لأ، يعرف أنت تقدر تقول زي كده زي البخاري في السنة، إذا استطاعوا لا قدر الله إسقاط البخاري خلاص السنة كلها هتسقط، كتب السنة كلها ملهاش أي لازمة إذا سقط البخاري. ليه الهجمات يعني شغال على البخاري؟ لأن البخاري هو قمة هرم السنة. خلي بالك كتب السنة كلها هو أعظم كتاب فيهم، هو أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. حتى مسلم يعني يكاد يرقى إلى درجة صحة البخاري أو هما الصحيحين. خدت بالك ازاي؟ حتى بعض العلماء يفضلون مسلم كتاب مسلم على كتاب البخاري، لكن انا بقول لك لو استطاعوا ان هم لقد لا يسقطوا البخاري فقد يعني كتب السنه خلاص. ليه؟ ده العمده. نفس القصه، العرب هم عمده المسلمين في العالم وهم حماة الاسلام حقيقيين. طيب وفي العرب السعوديه هي راس الهرم في العرب بالنسبه ليه؟ طبعا كلهم مسلمين والحمد لله، لكن انا بقول لك طيب كتب السنه ما كلها كتب سنه وجميله والحمد لله، لكن هو الكتاب ده العمده. فانا بقول لك من ناحيه الدين المملكه العربيه السعوديه هي العمده، هي راس الهرم او قمه الهرم بالنسبه للدول العربيه الاسلاميه. يبقى العرب قمه هرم المسلمين في العالم، السعوديه هي قمه هرم المسلمين العرب. خدت بالك؟ فيبتدوا هم ايه يطعنوا في العرب عموما ويبتدوا يسلخوا المسلمين العرب من دينهم حتى يستطيعوا هزيمتهم بعد كده. فإذا استطاعوا سلخ المسلم من دينه هنا المسألة خلاص تستند إلى القوة. ليه؟ لأن المسلم قد تخلى عن دينه، إذا سيتخلى الله عنه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويبث إلينا ناس زي الليبراليين العرب دول اللي بيدعوا ان هم تنويريين وان هم نخبه ثقافيه والى اخر هذا الكلام. طب مين هم النخبه دول الليبراليين؟ دول الفنانين الممثلين الكتاب اللي بيدعوا ان هم ايه تبع وزاره الثقافه يعني. طيب هؤلاء اداه كبيره جدا في تغيير وعي الشعب العربي المسلم، فما قدروش يعملوا الحكايه دي بنفسهم، فبدأوا ان هم يجندوا خونه اللي هم الليبراليين الكتاب والى اخر هذا الكلام الا من رحم ربي، يجندوا هؤلاء للعبث بمقدرات الامه، العبث بثقافات الامه، بتغييب الوعي للشعب العربي. فبدأ الهجوم على العربي عامه حتى يستطيعوا هزيمه الاسلام نفسيا وثقافيا او هزيمه المسلمين بمعنى ادق. واتجه الهجوم على المملكة العربية السعودية. ليه؟ لأنها رأس أو قمة الهرم بالنسبة للدول العربية. لأن عايز أقول لك على حاجة، لا قدر الله لو هم استطاعوا أن هم يسقطوا المملكة العربية السعودية، وأنا لا أعني معنى الإسقاط إسقاط كدولة فقط، لا، أنا أعني إسقاط كتغيير، يعني كتغيير هوية الشعب السعودي نفسه. خلي بالك الشعب السعودي، خلي بالك هو من أكثر الشعوب قلة في الاختراق، يعني اختراقه قليل جدا وضعيف جدا. يمكن الشعوب التانية بدأت تخش بقى في الليبرالية والعلمانية كثير جدا، لكن الشعب السعودي يعني قليل الاختراق في هذه المسألة، قليل. ليه؟ قبائل متمسكين بأصالتهم، متمسكين بقيمهم، بعاداتهم العربية، بتقاليدهم، بدينهم،
وكمان الدولة بتقيم شرع الله، بتحكم شرع الله من زمان، فيعني دولة قوية جدا متماسكة، النسيج الشعبي في السعودية متماسك. ده مسبب عند الغرب مشكلة كبيرة في عدم استطاعة اختراق المجتمع السعودي، فيبتدوا يزرعوا فيه خونة من داخل السعودية، زي الكتاب، زي مثلا فنانين، مثلا زي مثقفين، يبتدوا يعملوا خلخلة في هوية الشعب السعودي. يعني ايه خلخلة؟ يعني مثلا يبتدوا يقول لك ايه، احنا يعني التحرر، واحنا ليه يعني مش عارف كذا، واحنا ليه بننتقب ليه كذا، يبتدوا يخشوا من الناحية دي. ليه؟ لان الدول التانية، الدول العربية التانية، استطاعوا ان هم فعلا يعني يدخلوا وعملوا تغيير بعض الشيء في كثير من الدول العربية، وإن أنا معظم الدول العربية أو كل الدول العربية ما عدا المملكة العربية السعودية، عشان أبقى منصف يعني في الكلام مباش مبالغ كمان. لكن في الدول دي فيها ناس متمسكة بدينها والحمد لله، والأكثر متمسك بدينه، عشان تبقوا فاهمين. لكن أنا بقول ليه المملكة العربية السعودية؟ لأن لو استطاعوا أن يخترقوا هذا المجتمع، أنا أتكلم على المجتمع، والله لا أتكلم على نظام ولا إسقاط دولة، لا قدر الله إن شاء الله ما تسقطش، لكن أنا بتكلم إلا أنهم لو أسقطوا الشعب والهوية السعودية نفسها وتمسك هؤلاء بدينهم، خلي بالكم خلاص هي الدولة هي تبقى ايه يعني. اذا كان الشعب بقى علماني ما خلاص ما فيش مشكلة. فالمجتمع السعودي مستهدف بطريقة كبيرة جدا ويريدون اختراق. وانا قرأت تقرير تقريبا كان في مذكرات هيلاري كلينتون او ايميلات هيلاري كلينتون، كان في تقرير مخابراتي امريكي بيقول ان المجتمع السعودي صعب اختراقه، مجتمع متماسك جدا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يديم عليه الاتحاد والتماسك، والا يعني يمكن هؤلاء الخونه من هذا المجتمع. ليه؟ المجتمع ده واقف حجر عثره. القصه نظام قائم على شرع الله وبيحكم بشرع الله، وهو مثل او نقول نموذج حقيقي يعني يضرب في الحكم بالشريعة الإسلامية، ثم بعد ذلك مجتمع متمسك بدينه، مش متمسك فقط، لا ده متمسك بدينه لدرجة كبيرة جدا. ولذلك هم أرادوا أن يخترقوه، ودايما وأبدا اختراق الدول يأتي من ناحية الفكر، تغيير هوية هذا الشعب، اختراق هذا الشعب، تغيير ثقافته، تغيير هويته، تغيير عاداته. فطبعا حتى تلاقي مثلا بعض السعوديات او بعض السعوديين من يعني مثلا يدعي التنوير يبدا يسافر بره ويحاول ان هو يهاجم المملكه العربيه السعوديه، ويصفها بالتخلف والرجعيه وعدم الحريه ومفيش ديمقراطيه، كل اللي انتوا تسمعوه ده كله زي الهيل وغيره وغيره. واخرهم طبعا المتخلف اللي اسمه فهد الاحمدي يجي يخترع اختراع كده، السيف وما السيف، القصه دي لاثرها، ويقول لك اقترح وما اقترح وسط العنف. ده مش هدفه، هو بيقول مجرد تغريده. طيب هل هذا الانسان ده وطني؟ او هم دول اللي بيهاجموا المملكه العربيه السعوديه دول وطنيين بيحبوا بلادهم؟ اكيد لا. ليه؟ لان انت شايف ان في هجوم ضاري على السعوديه، وبخصوص حقوق الانسان كمان. ما تجيش انت تفتكس افتكاسه جديده وتبدا في عز الزخم الهجومي على المملكه العربيه السعوديه، وتجميد توريد اسلحه واتهامها بانتهاك حقوق الانسان، وتبدا انت ايه يعني تدق بقى في وقت حساس، في وقت مثلا وبلدك بتتلقى هجمات من كل جهه، وتبدا انت كمان تهاجم في توقيت غير مناسب بدعوى الحريه، بدعوى انك عايز تحسس صوت الاسلام. يعني ايه قول الحق يراد به باطل؟ فالاصل ان بلدك بتتعرض لهجمه كده كده، هجمه ومستهدفه. فانت المفروض حتى لو ان في، وحتى النصيحه ما تكونش مثلا، او انت يعني بتقترح هذا الاقتراح، ليه تقترحه على تويتر؟ يعني واخد بالك؟ ليه بتقترح على تويتر؟ ده معناه ايه؟ التشهير والطعن والهجوم اصلا. فانت مش وطني انت، لا بالعكس، ده انت بتخدم الاجنده الغربيه. فده هم دول اللي هم بيزرعوهم مسطينا من بني جلدتنا، على اساس ان هم يبتدوا في تفكيك المجتمعات وتغييب هويه المجتمعات. فالمجتمع السعودي من اقوى المجتمعات تماسكا، فهم يريدون تفكيكه، ودي رساله لاخواتنا في السعوديه، يعني ياخدوا بالهم من هذه المساله. المسألة احنا ناس متقدمين الحمد لله، ومعش معنى ممكن نكون متأخرين تكنولوجيا، متأخرين في الصناعات،
ده مش معناه ان احنا متاخرين حضاريا، لا، احنا من ارقى الحضارات بفضل الله، لان هي الحضاره بتاعتهم هم ناس متقدمين صناعيا وتكنولوجيا، لكن مش متقدمين في الحضاره، دول في ذيل ما لهمش حضاره من اساسه. وفي حضاره برضو تقول الراجل يتجوز راجل، في حضاره برضو الست تتجوز ست، في حضاره المثليه والشذوذ والكلام ده كله، دي مش حضاره. ان الحيوانات ما بتعملش كده، دي مش في المجتمعات الحيوانيه، انت واخدين بالكم؟ فزي ما انا بقول لكم سر الهجوم على المملكه العربيه السعوديه، انا بقول دي مستهدفه جدا. ليه؟ لانها راس او قمه هرم السنه. هي قمه الهرم، لو استطاعوا ان يسقطوها لا قدر الله فيسقط العرب كله جمله وتفصيلا. طبعا الكلام ده ليه اسباب، يعني ليه؟ لان اصلا العالم الاسلامي والعرب ينظر الى المملكه العربيه السعوديه على انها القدوه والمثل الاعلى. وده مش عيب، هو قدر المملكه كده، وده موقعها الحقيقي، وتستحق ان هي تبقى قدوه ومثل اعلى. لذلك كله بينظر اليها نظره مختلفه، حتى اذا حدث فيها خلل اجتماعي، خلل ثقافي، كذا كذا، الكل يعيب عليها. يعني الكل ينظر اليها بنظره لماذا، تساؤلات. وده هو اللي عارفين، زي برضه ايه، زي العوام لما ينظروا للشيخ، يعني بالضبط كده، زي العوام بينظروا للشيخ ده ملتحي وشيخ ويعني يلقي المحاضرات الدينية ويخطب في الناس وبيقدم علم ديني، لو لقوه غلط غلطة تقوم الدنيا لم تقعد. ليه؟ لأنه قدوة ومثل ليهم. فلذلك هم قصدهم وهدفهم السعودية، زي ما أنا بقول لكم كده بالضبط، مثل السعودية كمثل البخاري في السنة، في كتب السنة، وهي بالضبط السعودية بالنسبة للدول العربية، والعرب هم بالنسبة للدول الإسلامية في العالم، هو ده. ولذلك يطلع لنا واحد زي حمد ولا فهد الأحمدي، يطلع لنا واحدة زي الهيل، ابتدت العملية تشتغل من هذا، من هذه الناحية، يعني لاستهداف المملكة العربية السعودية، وتبتدي بقى الاستهدافات بقى الاستراتيجية، الاستهدافات السياسية، ادعاءات حقوق الإنسان، وهذا الكلام كله إنما يريدون به إضعاف المملكة العربية السعودية. والكتاب دول مسمين نفسهم نخبة، ومسمين نفسهم مثقفين وإلى آخره، ويفتكسوا ويبتدعوا، دول أصلا يعني سرطان في وسط المجتمع السعودي، يحاول أن ينخر في هذا الجسد. ولذلك هم أعداء حقيقيين هؤلاء الذين يتكلمون، ودائما يعني يستهدفوا المرأة ويستهدفوا الملتزمين، وبيحاولوا بشتى الطرق أنهم يجعلوا من الدولة السعودية دولة علمانية، وده إن شاء الله لن يتحقق وسيخيب مسعاهم بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين. كل التوفيق للمملكة العربية السعودية، كل الدعم، وستبقى صخرة تتحطم عليها رؤوس هؤلاء الليبراليين والعلمانيين، هؤلاء الأعداء الخنازير الذين يريدون بها سوى، ستظل صخرة تتحطم عليها رؤوس كل الأعداء بإذن الله تبارك وتعالى، كما كان البخاري أو كتاب البخاري رحمه الله هو صخرة تحطمت عليها رؤوس كثيرين جدا، وستتحطم إلى أن تقوم القيامة. فأنا أقول أن هؤلاء الليبراليين هم في الأصل خونة، لأنهم يطعنون ويغمزون ويلمزون في ذروة الهجوم وذروة الاستهداف من الدول الخارجية للمملكة العربية السعودية، ودي خيانة بصراحة. وأنا قبل ما أنسى عايز أقول حاجة، هؤلاء الكتاب واللي هم بيدعوا انهم مثقفين وتنويرين والكلام ده كله، يجب مقاطعتهم وعقابهم. ممكن الدوله لو اتخذت ضدهم قرار، انتوا فاهمين بقى الاعلام الغربي وحقوق الانسان، واحنا مش ناقصين يعني ايه قرف، يعني واخدين بالكم؟ فاحنا ممكن كشعوب نقاطعهم في نقاطع حساباتهم، نقاطع منتدياتهم، زي ما انتوا عارفين بقى، يعني اي نوع من انواع العقاب لهؤلاء المفروض الشعوب نفسها تعمل ده. بالنسبة لواحد زي فهد الأحمدي أو كل من على شاكلته، يجب على الشعوب أن تعاقب هؤلاء، أن تعاقب هؤلاء وترد عليهم بكل قسوة، وألا تتركهم يمرحون هكذا ويطعنون بدون رادع وبدون رد. الدعم، كل الدعم من المملكة العربية السعودية، ربنا يحفظها للأمة العربية والإسلامية درعا واقيا
وردءا لكل مسلم عربي إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل رايتها في عنان السماء خفاقة عالية تكيد الأعداء، آمين يا رب العالمين. بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.